انا سعادتي كانت اني انا طالع مثل بلدي، طالع مثل سوريا، انه انا نجاح اللي حققته طالع كشخص، صح اسمي عمر بس انا طالع كسوري. أنا عمر حج قدور من مدينة بنيش بريف إدلب، عمري 31 سنة طبعاً ومتزوج وعندي طفلين. بداية نشاط الإعلامي كان تقريباً بال 2012، طبعاً كانت الكاميرا هي الأقرب لإلي بأمنية. أنا من قبل الثورة تقريباً من 2007 أو 2008 أنشأنا موقع الكتروني على الإنترنت، وكان طبعاً الموقع هو خاص بمدينة بنيش. كنت أنا مستلم فيه ساحة الأخبار والتصوير، كنت كتير صور الحياة اليومية، طبعاً بحكم أنه كان محكوم العمل في مجال الإعلام، يعني كان النطاق ضيق جداً جداً بالنسبة للتغطية. فبدأت نشاط الإعلامي مع شباب تنسيقية مدينة بنيش واستمريت معهم فترة طويلة، ولتاريخ اليوم ما زلت معهم بشكل تطوعي. اشتغلت مع كثير جهات محلية وعربية، ولاحقا بال 2015 بمنتصف 2015 انطلقت بعمل جديد يلي هو مع وكالة الصحافة الفرنسية. نشاطي يشمل تغطية جميع الظروف والأحداث الجارية في الداخل السوري، طبعاً هي أكثر شيء أنا بركز فيه تغطيتي على الجانب الإنساني. مواضيع الإنسانية هي مفتاح شعوب العالم، هي اللي بإمكانك من خلالها توصل رسالتك للشعوب برا. سنوياً نتلقى دائماً رسائل من الوكالة إنه تحبوا أنتوا تشاركوا في المسابقات ولا نحن نساعدكم ونشارك لكم. طبعاً هاي السنة أنا اخترت إنه هني يشاركوا لي. السنة الماضية أنا شاركت لكن ما فزت، شاركت بمسابقة بيوت وتعذبت كثير في المشاركة بسبب اللغة، فاخترت إنه هني يشاركوا لي هاي السنة، وفعلاً شاركوا لي وقدموا لي على هاي المسابقة. اخترنا هذا التقرير نسبة لأنيته كان قوي. شو تقرير بيحكي عن شباب مقطوري الأطراف عم بيمارسوا هوايتهم بلعبة كرة القدم. الفكرة هي فكرة انه كيف اجتمعوا وكيف صاروا وشكلوا فريق. كانت المباراة كتير كتير ممتعة، بتعطي كتير حياة وامل. بنهاية هذا العام بلغوني انه هو تقرير الفاز تقريبا. وصلت رسالة الحياة والانسانية من داخل إدلب للعالم كلياته. جائزة فرن اللي فزت فيها، طبعا هي مسابقة عالمية بتضم عدة فئات، فئة الأخبار المحلية وبتخص فرنسا طبعا، وفئة الأخبار العالمية أو الدولية اللي هي أنا فزت فيها، وفئة للطلاب بفرنسا. طبعا فئة الأخبار العالمية اللي أنا فزت فيها طبعا كان مشارك فيها عدد كبير حول العالم. قدرت وصل من خلال العدسة من خلال الكاميرا والكلمة اني توصل رسالتي، وصل رسالة هاي الناس المكلومة لبرا لشعوب العالم. هذا فرحي. في فرق كبير، يعني انه انت طلعت من منطقة متعرض بكل لحظة فيها للخطأ لمنطقة فيها امان. هذا الامر ممكن تحس بفارق كثير كبير. كثير أشخاص طلعوا هاجروا برا البلد ماشي في ظروف الحرب، وقدروا مثلا يرفعوا اسم بلدهم ويحققوا نجاحات، سواء على الصعيد مثلا الدراسي، على الصعيد الشخصي، بمجالات العمل مثلا أو ما شابه. وفي كثير ناس بتشوف حالها إنه ما فينا تقدم غير جوا، ويمكن أنا واحد من هدول الأشخاص. أنا بالنسبة لي بلدي بحاجته، يعني أنا بشوف حالي إني ممكن أقدم وأنجح أكثر جوا البلد مو برا البلد. بالنسبة لي رغم الانتقادات اللي توجهت لي كثير، انه انت ايش مرجعك على البلد حاليا؟ انه خلص انت وصلت لبلد كثير ناس بتحلم انه تروح له يعني وتلجأ له،
أنا بالنسبة لمبادئي ولهاي، لا أنا بدي أرجع على البلد، وهي بلدي وبحبها، وانبسطت كثير وقت رجعت، وخاصة أول ما دخلت على المعبر السوري، وكان بس بدي أني توصل لوين على ضيعتي على بنيش، وشوف طفلتي وشوف عيالي. كان شعور كثير كثير فرح. طبعاً مشتاق أكيد للبلد، لأهل البلد. أنا بالنسبة لي من الأشخاص اللي مثل السمك، بس طلعوا من المي بيموتوا، فما فيني أعيش غير هوني.